المسؤولين الأمريكيين السابقين بدأوا بكشف تفاصيل خطيرة مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي، وكذلك بدأوا يتحدثون عن تغييرات مرتقبة بالنسبة إليهم للنظام السياسي في الداخل العراقي. من تحدث بهذا الأمر هو روبرت فورد. هذا الرجل كان يعمل كسفيرا سابقا لدى الجزائر ولدى سوريا، وهو كان يعمل أيضا كمدير لمكتب الشؤون السياسية في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد بين عامي 2004 و2009. الرجل تحدث فجأة عن تغيرات مرتقبة كما تحدثنا هي ستكون حاضرة على النظام السياسي العراقي للنيويورك تايمز يوم أمس، وهذا ما تحدث عنه روبرت فورد، وقال: نتطلع إلى بداية نهاية النظام السياسي المدعوم من الولايات المتحدة في العراق. وهذا الحديث يأتي لقضايا مهمة جدا هو تحدث بها إلى صحيفة الشرق الأوسط، نشرت هذا اليوم من قبل نفس الرجل. تحدث عن أخطاء استراتيجية ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهي التي جعلتنا نصل إلى ما نصل إليه اليوم. روبرت فورد تحدث وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت في حقيقة الأمر خطأين استراتيجيين، وقال: عندما كان يعمل كممثل لبول بريمر الحاكم المدني السابق في الداخل العراقي، فإن هذا الرجل تعرض من إحدى الفصائل المسلحة إلى عملية اختطاف لمدة 4 ساعات، وبعدها تم إطلاق سراحه. وأساسا عندما بدأ بالعمل في السفارة الأمريكية في عام 2004 كان يعلم تماما، بحسب حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، يعلم بخطورة هذه الفصائل المسلحة، ولكن قال بأن الأمريكيين لم يكونوا مهتمين في مسألة محاربة هذه الفصائل المسلحة منذ البداية، رغم أنهم كانوا يرفعون السلاح بشكل واضح، وكان واضحا بأن هنالك نوع من الخطر قادم من هذه الأطراف. كان التركيز الأمريكي هو مواجهة تنظيم القاعدة واستئصال تنظيم القاعدة من الداخل العراقي، بل قال بأنهم كانوا ساذجين في عملية نظرتهم للفصائل المسلحة، أنهم عملوا مع هذه الفصائل المسلحة على تشجيعها للدخول في العملية السياسية العراقية، الدخول في الانتخابات، الدخول في البرلمان العراقي، أملا منهم بأن هذه الفصائل بمجرد ما تتحول إلى أحزاب سياسية ويتحولوا إلى سياسيين سيتركون سلاحهم. ولكن هذا الأمر بحسب ما قال روبرت فورد لم يتحقق، وأن الحكومة العراقية لم تعمل أيضا على نزع سلاح هذه الأطراف، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أمام حقيقة صعبة للغاية بأن عليهم تقبل الواقع وتقبل هذا الواقع الحاضر مع هذه الفصائل المسلحة بأنها ترفع الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك بأنهم لا يريدون الدخول في حرب مفتوحة مع هذه الأطراف، وكذلك بأنه قال أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عندما عادت للعراق من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 هي أيضا لم تحارب هذه الفصائل المسلحة، والتي وجدت طريقا كبيرا جدا لكي تنمو وتنمو في الداخل العراقي. بالإضافة إلى ذلك، إن الخطأ الاستراتيجي الثاني الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية بحسب روبرت فورد هو متعلق في عملية الموارد التي توفرت لهذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران بحسب حديثه. فقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة للجان مكافحة الفساد، لهيئات مكافحة الفساد مثل هيئة النزاهة على سبيل المثال، ولكن قال بأننا اكتشفنا بأن مكتب رئيس الوزراء في عام 2007 بحسب حديثه كان يتدخل في تحقيقات الفساد الجارية في هيئة النزاهة، كان يضغط على هيئة النزاهة، واستقال شخصين أو مسؤولين في هيئة النزاهة في عام 2007، والولايات المتحدة الأمريكية كانوا على علم بهذه المسألة ولكنهم لم يتدخلوا أبدا، وأن كانت هناك ضغوطا ليس فقط من مكتب رئيس الوزراء آنذاك في عام 2007، وإنما أيضا من الفصائل المسلحة وكما أسمها الميليشيات، هي أيضا كانت تضغط على هيئة النزاهة، وذلك بسبب عمليات فساد كبيرة للغاية. وبالتالي هنا بدأت كرة الثلج تكبر لهذه الفصائل المسلحة، وبدأت تمتلك أموالا كبيرة وخطيرة للغاية، وهذا ما ثبته هذا الرجل لصحيفة الشرق الأوسط بالنسبة طبعا لروبرت فورد حول هذه الحقائق مع هيئة النزاهة. وقال: كانت السفارة تعلم في 2007 أن مكتب رئيس الوزراء يتدخل في أعمال هيئة النزاهة فيما يتصل بتعيين الموظفين، ويتدخل أيضا في تحقيقات الفساد. وأضاف: كما علمت السفارة بضغوط من مكتب رئيس الوزراء والميليشيات، دفعت بأول 2 من مديري أو مديري هيئة النزاهة إلى الاستقالة
في 2007، وهذه تفاصيل خطيرة للغاية تجعل روبرت فورد الآن شاهدا على أمور لا يعرف عنها الكثير، لا يعرف عنها أي أحد، وواضح جدا بأن الرجل ومسؤولين آخرين أمريكيين قد يكشفون في قادم الأيام العديد من التفاصيل المرتبطة بهذه الأمور الخطيرة والخطيرة للغاية. وهذه تأتي متزامنة مع كلام أساسا كان صادرا من هذا الرجل مايكل نايتس، أحد أهم الخبراء الأمريكيين الذين يتابعون التفاصيل السياسية في الداخل العراقي عن كثب. هذا الرجل تحدث بداية هذا الشهر عن علم الاستخبارات الأمريكية والحكومة الأمريكية، عن جميع الأمور المصرفية والمسائل مسائل الفساد وغيرها التابعة للقادة العراقيين الرئيسيين في الداخل العراقي. وهذا ما قاله للواشنطن إنستيتيوت، أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية والهيئات الدبلوماسية بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا يعرفون الكثير عن التحركات اليومية والمحادثات والحسابات المصرفية للقادة العراقيين الرئيسيين. وأيضا طالب في نفس هذا المقال بأن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء هذه الانقلابات، إنهاء هذه المسائل في ظل هذه المعلومات، لا تدخل عسكري ولا غيرها، المعلومات كافية للإطاحة بهؤلاء القادة بحسب كلام طبعا مايكل نايت بداية هذا الشهر. وهذه تأتي في توقيتات مهمة للغاية، في توقيتات نرى فيها صراع كبير جدا يجري في الداخل العراقي بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي بكل تأكيد. السؤال هنا، هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد الخير للعراق وهي بدأت تكشف هذه الأمور؟ المسألة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكبر من ذلك، هي مسألة جيوسياسية واضحة بالنسبة إليهم. فهذه الفصائل المسلحة في العراق بعد تقويتها من قبل إيران وتمكنها على مستوى الحكومي وعلى المستوى النفوذ المالي وغيرها بحسب كلام روبرت فورد، فهي تمكنت وأصبحت قوة كبيرة، بل إنها مكنت أيضا الفصائل المسلحة في داخل سوريا أن تكون كبيرة وقوية للغاية، والفصائل العراقية تحديدا إلى غرب نهر الفرات بالقرب من الحدود العراقية هي حاضرة وبدأت تتحدى الوجود الأمريكي في شرق نهر الفرات بشكل واضح. على سبيل المثال، أحداث كبيرة جدا جرت في 72 ساعة من قبل الفصائل المسلحة، والفصائل المسلحة العراقية هي متهمة بهذه العملية بهجمات صاروخية تمت على قاعدة حقل العمر النفطي. وطبعا نشرت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الضربات الصاروخية كما ترون، والصواريخ التي استخدمت ضدهم بشكل واضح. ووكالة عين الفرات كانت قد تحدثت عن تفاصيل مهمة جدا عن هذه الضربات التي جاءت من قبل هذه الفصائل المسلحة. هي تحدثت عن أن الصواريخ كانت عبارة عن 3 صواريخ، وأن واحدة من النقاط التي استخدمت في هذه الهجمات هي الميادين، وأطلقت طبعا الصواريخ على قاعدة حقل العمر النفطي. لم تكن هنالك إصابات ولم تكن هنالك أضرار بحسب التصريحات الأمريكية أو على الأقل الصادرة من التحالف الدولي، ولكن ما أكدته وكالة عين الفرات من خلال رصدها والمعلومات التي تحصلت عليها، قالت مباشرة بعد هذه الضربات قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغارات على الفصائل المسلحة في المناطق التي انطلقت منها الصواريخ، والضربات أدت إلى عملية إصابات 13 من الفصائل المسلحة الموجودة في هذه المنطقة، وهي وضعت اتهامات واضحة جدا بالنسبة لنفس الوكالة إلى فصائل عراقية كانت مشتركة في هذه العملية، مثلها مثل الكثير من العمليات التي تأتي على القواعد التي تأتي إلى شرق نهر الفرات هنا في المناطق باللون الأصفر التي تعتبر مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية وكذلك التحالف الدولي، والمناطق باللون الأحمر هي مناطق تواجد طبعا الحكومة السورية والفصائل المسلحة الموالية لإيران. بالنسبة لهذا هذه الوكالة أيضا اليوم تحدثت بأن ردا على الضربات الصاروخية التي تمت قبل يومين على قاعدة حقل العمر النفطي دفعت اليوم طائرة مسيرة مجهولة، وبالأحرى قالوا طائرات مسيرة مجهولة يعتقدون بأنها تابعة للتحالف الدولي، قامت بمهاجمة نقطتين، قامت بمهاجمة العشارة هنا بهذا الاتجاه، وقامت بمهاجمة مدينة ألبو كمال، واستخدمت 6 صواريخ في الضربات التي تمت بهذه الاتجاهات. ليس واضحا طبعا وليس هنالك تقارير عن أي قتلى أو جرحى للفصائل المسلحة الموالية لإيران، ولكن هي قالت بأن هذه الضربات هي تأتي على مقرات لهذه الفصائل بكل تأكيد. أيضا نفس الوكالة كشفت أيضا اليوم أن في ظل هذا التصعيد الكبير الذي يأتي في الساعات الماضية
دفعت إيران مباشرة وتحديدا الحرس الثوري الإيراني عناصرا من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من النظام السوري مباشرة إلى منطقتين، إلى البوكمال، وكذلك توجهوا أيضا إلى الميادين بهذا الاتجاه. وتحدثت التقارير بأن هؤلاء القادة هم خبراء في مستوى الطائرات المسيرة، في الصواريخ وغيرها من هذه التفاصيل. هنالك استنفار كبير على القواعد الأمريكية، بالتالي لاحظ كيف أن هذه الفصائل تتحدى الوجود الأمريكي بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وترد عليهم الولايات المتحدة، كله بسبب مسألة تقوية الفصائل في الداخل العراقي. وبالتالي هذه مسألة جيوسياسية مهمة بالنسبة إليهم، بل أن هذه الفصائل الموجودة في الداخل السوري أصبحت قوية لدرجة إلى أنها تريد منافسة ومواجهة القوات التركية. على سبيل المثال الشهر الماضي كان هنالك علما إيرانيا واضحا في مدينة تل رفعت الذي رفع بهذا الشكل، ولمن لا يعرف رفع هذا العلم من أجل مواجهة القوات التركية التي تفكر في عملية خلق بفر زون أو منطقة آمنة بهذا الشكل، أن تدخل القوات التركية إلى هذه المنطقة لمنع أي أطراف من الداخل السوري في استخدام الأراضي السورية لمهاجمة الداخل التركي. المناطق وتل رفعت التي أتحدث عنها يتأتي بهذا الاتجاه، وهي طبعا جزء من الخطط لكي نكون واضحين أكثر بأن الصورة الحقيقية لعملية البفر زون التي تهدف إليها تركيا هي تأتي لتغطية تل رفعت والاستمرار بهذا الشكل. هي مسافة لا بأس بها بالنسبة للقوات التركية. تل رفعت الآن رفع فيها العلم الإيراني، وتواجد كبير بحسب التقارير القادمة من الداخل السوري للفصائل المسلحة الموالية لإيران لقوات النظام السوري، ورفعوا الأعلام الإيرانية لمواجهة القوات التركية ومنعها من أي شيء. وكانت هنالك تطورات خلال 24 ساعة الماضية مهمة تأتي في تل رفعت وتأتي في عين العرب. دعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نعرف ما الذي يجري في هذه المنطقة والمواجهات القادمة التي سنشهد فيها فصائلا مسلحة قد يكون فيها عراقية أساسا ستقوم بعملية مواجهات كبيرة إذا ما انطلقت العملية العسكرية التركية في الأيام القادمة وفي الساعات القادمة. كانت هنالك كلام الليلة يوم أمس، والتقارير تحدثت أن رتلا تركيا قد دخل إلى هذه المنطقة، وهي منطقة درع الفرات طبعا والتي سيطرت عليها تركيا وحولتها إلى اللون الأخضر في عام 2016. وبالنسبة للقوات التركية وهذا الرتل عند دخوله بدأت عمليات مهمة جدا بعمليات قصف مدفعية على تل رفعت وعلى تواجد هذه العناصر في هذه المنطقة من أجل التهيئة والتمهيد لعملية اقتحام واضحة. بالإضافة إلى ذلك أن تطورا مهما قد جاء في منطقة عين العرب كوباني هنا التي تعتبر جزءا مهما من العملية المرتقبة العسكرية التركية، فكان هنالك نداء مهما يأتي في بلدة قرقميش هنا بهذا الاتجاه التابعة إلى مدينة غازي عنتاب. هذه المنطقة تحديدا كان هنالك نداء سمعه الجميع، سمعه جميع السكان في هذه البلدة. النداء يطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم لأن هنالك عملية عسكرية مرتقبة، وكان هنالك ذعرا كبيرا لما يجري وما هو قادم في هذه المنطقة القريبة للغاية بكيلومترات بسيطة عن مدينة جرابلس. بل كانت هنالك أيضا ضربة كبيرة جدا تعرضت لها هذه المنطقة، ووحدات حماية الشعب الكردية تأتي إلى غرب عين العرب بهذا الاتجاه، هي وقوات النظام السوري في هذه المنطقة. ضربة كبيرة جدا من القوات التركية جعلت الأمور صعبة للغاية، وهذه لقطات حية مصورة من الجانب التركي لهذه الضربة التي جاءت بهذا الاتجاه. دعونا نشاهد هذه الضربة كما هو موضح وكأنها خندق. هذه منطقة مرتفعة في حقيقة الأمر تستخدم لعمليات الرصد، تستخدم لعمليات التحشيد، وتأتي محاذية للحدود مع تركيا. لاحظ الضربة الكبيرة، التقارير تحدثت عن 16 قتيلا قد قتلوا بسبب هذه الضربة، بل بالإضافة إلى ذلك أن هنالك حقيقة 22 قتيلا في هذه المنطقة قد قتلوا. وهذه المنطقة إذا أردنا التعرف عليها في القمر الصناعي بسرعة فقط لنلاحظ هذه المنطقة، فالمنطقة ببساطة نلاحظ هنا هذه هي الحدود، هنا تركيا، هنا الداخل السوري، هذه هي عين العرب كوباني، والمنطقة التي نتحدث عنها تأتي بهذا الاتجاه على بعد 12 كيلومترا تقريبا. دعونا نقترب من هذه المنطقة التي ضربت، التي تعتبر منطقة مرتفعة مهمة فيها رصد كبير جدا، ضربة استراتيجية مهمة جدا. وبالتالي نلاحظ هذه المنطقة المرتفعة، وهذه هي النقطة التي شهدناها تماما والتي ضربت بهذا الشكل. وإذا ما أخذنا مقطعا من نقطة أخرى لنشاهد أهمية هذه المنطقة، لنفهم أهمية هذه المنطقة وكيف من الممكن
أن تستخدم بالنسبة للواي بي جي أو قوات وحدات حماية الشعب الكردية أو حتى النظام السوري. بالتأكيد هذه المنطقة لديها رصد كبير جدا وصورة كبيرة جدا، وهذه هي الحدود واضحة، وحتى أن استخدمت كعمليات عسكرية فهي مهمة في عمليات ضربات بالهاون أو غيرها من هذه التفاصيل. المنطقة قد لا تبدو مرتفعة بالنسبة لهذه الصورة التي ترونها، ولكن هي في حقيقة الأمر مرتفعة بصورة أوضح من الجوجل إيرث. لاحظ ارتفاع هذه المنطقة، بالتالي ضربة لمثل هذه النقاط مع التحشيدات التي تأتي مع الرتلة التركي الذي دخل إلى درع الفرات وبدأ يتجهز لعمليات مواجهة واضحة جدا في تل رفعت التي تتواجد فيها الفصائل المسلحة يعني الكثير. وبالتالي الفصائل المسلحة الموالية لإيران أصبحت قوية للغاية إلى درجة أنها تتحدى القوات التركية. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مسألة ضعف الفصائل في العراق يعني ضعف هذه الفصائل على المستقبل الجيوسياسي. الأهم من هذا الأمر، هم يعلمون إذا ما كانت هنالك حربا أهلية بأي شكل من الأشكال وكانت الرغبة في النتيجة بالوصول إلى هذه النتيجة الغير حتمية بكل تأكيد، فإن امدادات الطاقة في العراق ستتأثر. عدم وجود يقين أو عدم وجود تأكد تام بأن ستكون هنالك كعودة للاتفاقية النووية، أي فشل في هذه الاتفاقية يعني أيضا الفشل في الحصول على الطاقة الإيرانية. والمملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة لم تتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي زيادة في مشاكل الاقتصاد، في مشاكل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم. وعندما نتحدث عن أزمة الطاقة هي أزمة مستمرة. فعلى سبيل المثال بالنسبة لبريطانيا، بسبب أزمة الطاقة اليوم تم الإعلان بهذا الشكل بحسب CNBC بأن التضخم في المملكة المتحدة في بريطانيا تحديدا قد ارتفع إلى 10.1% بحسب التريدينج إيكونوميكس. لاحظ الارتفاع الكبير لأزمة الطاقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بالتالي هنالك أزمة طاقة لن تتحمل أي إخفاق على مستوى ما يجري في الشرق الأوسط وعلى السيناريو الذي ذكرناه. بالتالي بقاء الأمور هادئة وتقليم أظافر الفصائل المسلحة عن طريق معلومات كما تحدث روبرت فورد قد يكون جيدا لاستقرار الطاقة وإمدادات الطاقة من العراق. وكذلك الأمر الأهم أيضا أن يكون هنالك محاولات لإقناع للخليج العربي أن يكون هنالك زيادة في عملية إنتاج الطاقة من المملكة العربية السعودية، من الإمارات العربية المتحدة وغيرها. وأيضا النجاح في الاتفاق النووي سيكون مهما للطاقة الإيرانية، وبالتالي سيكون هذا سيناريو عظيم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والعودة للاتفاقية النووية أصبحت قريبة على ما يبدو بحسب الصحف الإيرانية. إذا ما ذهبنا إلى النظرة الإيرانية، الصحافة الإيرانية بدأت تتحدث، مثل كيهان المقربة للمرشد الأعلى، هذه الصحيفة المهمة قالت إن الكرة أصبحت في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية حول ثلاث قضايا يجب أن تتعاطى معها الولايات المتحدة. وسنعود الآن للاتفاقية النووية، بالإضافة إلى أن صحف أخرى إيرانية هي بدأت تتحدث بأن إيران تعاطت مع الاتحاد الأوروبي وردها للاتحاد الأوروبي في مسألة المفاوضات النووية، والشروط التي تم الحديث عنها لن تعطي أي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية بأن ترفض ما تم عرضه على الطاولة. وهذا يوضح بأننا قريبين جدا من العودة للاتفاقية النووية. إذن سأناقش كل هذه التفاصيل التي جاءت من روبرت فورد والتي نشرت على صحيفة الشرق الأوسط وكذلك على نيويورك تايمز الأمريكية.